اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عجبا للسماء لم تهوي حزنا فوق وجه البسيط بعد العماد. عجبا للنجوم كيف استنارت لم تغب بعد نورها الوقاد. عجبا للمهاد كيف استقرت ونظام الوجود تحت العوادي. بيد أن الإله عم البرايا، بيد أن الإله عم البرايا بهبات من فضله وأيادي. بثمال العفاة عين المعالي سيد الكائنات زين عبادي، حيث لولا وجوده لأهيلت ولساخت وبرقعت بسوادي. ومثير الأشجان رزء الأيام مذ وعت بالصهيل صوت الجوادي. خرجت للقاء تعثر بالذيل وقان الدموع شبه الغوادي. فرأت سرجه خليا فنادت تلك ووالدي وذي وعمادي. نادت أيها المهر توقف لا تحم حول الخيام واترك الإعوال كي لا يسمع الآل الكرام كيف تستقبلهم تعثر في فضل اللجام.
وهم ينتظرون الآن إقبال الحسين. قلها خالي من الوالي يا عم المهر جانا متخضب بدم الولي ويسحب عنانا، قومي نشوفه وين متعفر حمانا، يا نعدله على الجبلة يا ونمد رجله واليدين. وقفت على باب الخبا روحي فداها، ولن الجواد يحوم خالي من حماها، والعين من لب القلب صبت دماها، يا صاحت يا مهر حسين فصل للخبر زين. أردن شداك والقلب طارت بيه الأنفاس، خالي تجينا وين راحل يرفع الراس، وطيحت ولينا وين من طيحت العباس، بلكت أوصل واحتضب توديع الاثنين. قالها البطل عباس طايح على المسنات، وحسين بالحومة وعليه الخيل لمات، وعباس ميت وظن بعد حسين ما مات، وإن كان ما حز العدى راسة الحقين، لكن لارجع وعاين حالته روحي فداله. غار ورجع يمها يقلها لسان حاله، حزة وكريمة والشمر بالرمح شالة. الله يا بنت المرتضى بعد اشتلاقي، ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني، لا تفجعي قلبي بنوحك حسرة ما دام مني الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تولينه يا خيرة نسواني. الحديث عن سكينة بنت الحسين يجري عبر محاور ثلاث: محور الأول في تسميتها وفي نسبها الطاهر، ومن المعلوم لديكم أنها اشتهرت بسكينة، فلا هو اسم ولا هو صحيح في نطقه، المفترض سكينة، مأخوذ من السكينة والوقار التي كان جلبابها وهيبتها، هذا واحد. الأمر الثاني اسمها أمينة أو آمنة، تيمنا سماها الحسين سلام الله عليه باسم جدته آمنة بنت وهب والدة النبي صلى الله عليه وآله، تيمنا بهذا الاسم. وقيل اسمها أميمة، لكن أمينة أو آمنة أشهر. المهم أمها الرباب، يعني على حسب اصطلاحنا نحن هي خليصة الرضيع، عبد الله الرضيع ابن الحسين. فيما يتعلق بولادتها، ولدت بعد ارتحال أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك يقدر عمرها في يوم الطف
19 سنة. 19 سنة توفيت ولها من العمر 75 سنة، يعني عمرت كثيرا بعد أبيها. وقيل أنها توفيت هي وأختها فاطمة الكبرى، نعم، في سنة واحدة، في سنة واحدة اللي هي تصور 117 للهجرة، سنة 117 للهجرة، ودفنتا بالبقيع. وسيأتي الكلام حول مسألة مكان المرقد، أكو أكثر من مرقد ينسب إلى سكينة بنت الحسين، والأقوى والأشهر بين المؤرخين أنها دفنت في البقيع في مدينة جدها النبي صلى الله عليه وآله. ويذكر بعض المؤرخين تفاصيل لهذه الوفاة، يقول أنها لما توفيت اجتمع الناس حول دارها، ودعي والي المدينة للصلاة عليها، ولكن انتظره الناس وتأخر كثيرا وأبطأ على المجيء، فصار الناس يصلون عليها جماعات، يعني جماعة تلو أخرى. هذا القول الأول وهو الأشهر. يبقى أيضا أقوال أخرى، في الشام لها تقريبا، في دمشق أكثر من قبر، قبر إلى جوار بلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وآله، وقبر آخر في جامع دمشق، وآخر على مقربة منه، إلا أنه لا تصمد هذه النقولات أمام البحث العلمي. حتى يقول السيد، أصور السيد شرف الدين، يقول وكان الشيخ عباس القمي ناقل هذا المعنى، يقول وكان السيد الأمين، مو شرف الدين، سيد الأمين كان خبيرا بقراءة الخطوط العربية، نسخة وقرعة وغيرها، المهم رقعة، يقول فكان يقرأ على ذلك القبر المنسوب إليها في الشام، كان الاسم هكذا: سكينة بنت الملك. وما عندنا واحدة من أهل البيت تسمى ببنت الملك، ويبدو أنها سكينة بنت أحد ملوك الشام الذين حكموا الشام، وصير لها قبر، والناس دون دراية ودون تحري نسبته إلى سكينة بنت الحسين. قبر آخر في مصر أيضا وهكذا، لكن الأقوى والأشهر وجودها في المدينة وفي البقيع بالذات. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني يتعلق بزواجها، ممن تزوجت. أكو تقريبا 4 من الأشخاص الذين نسب إليهم أنهم تزوجوا بسكينة بنت الحسين. أول هؤلاء الأشخاص عبد الله ابن الحسن، يعني ابن عمها، وبقي معها حتى توفيت، وبعد ذلك يقال أنها تزوجت بآخرين. القول الثاني أنها تزوجت بمصعب بن الزبير، وأكو نقاش في هذا الموضوع. أولا، لا طبيعة مصعب بن الزبير تتلاقى وأهل البيت، زين، يعني اللي يدرس شخصية سكينة بنت الحسين اللي عبر عنها الإمام بخيرة النسوان، الذي يعبر عنها الإمام بأنها كانت تستغرق في ذات الله، طبيعتها الشخصية بتدينها، طبيعة هذه الشخصية بارتباطها، نعم، ما ممكن أن تتوافق ومصعب بن الزبير. يعني أستطيع أن أقول 180 درجة فارق. كيف يعني؟ خلينا نستقرأ آل الزبير كيف كانوا وعلى أي طبيعة جبلوا. الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وابن عمة أمير المؤمنين، وكان معه مع علي في يوم الدار عندما عرضت البيعة، نعم، أريد من علي أن يبايع، سل سيفه وقال لا نبايع إلا علي. كان من رموز المعارضة المتشددين جدا في هذا الموضوع، لا يهادن فيما يتعلق بعلي بن أبي طالب.
ولذلك الرواية تقول كان الزبير منا أهل البيت إلى أن جاء عبد ابنه عبد الله هذا المشؤوم. بالفعل إذا تدرس مقدمات معركة الجمل تكتشف أن الذي دفع الزبير إلى حرب علي هو عبد الله بن الزبير ابن المشؤوم، هذا هو اللي دفع إلى حرب علي، ولذلك بقي متردد وقلق فيما يتعلق بهذه المعركة إلى أن حسمها أخيرا وشارك فيها ودعا الناس إلى حرب علي. ثم بعد ذلك آل الزبير انفصلوا تماما عن أهل البيت. أكو ثالوث، الثالوث الزبيري، خلينا نطلق عليه الثالوث الزبيري، عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير. أما عبد الله بن الزبير فيكفي أن يقول لأهل البيت أخفيت بغضكم 40 سنة، يفتخر بأنه أخفيت حبكم 40 سنة، يصعد على منابر المسلمين في يوم الجمعة ولا يأتي على ذكر رسول الله أبدا. حالها الخطبة هذه يعني قال من غير قال رسول الله، عوتب قال له ما يصير انت الآن خطبة وصلاة جمعة وما فيها حديث واحد لرسول الله. قال إن له أهيل سوء، خاف واحد من أولاده موجودين في المجلس ويشعر باعتزاز ويشعر بي يعني تأنس نفسه ترتاح نفسه لذكر جده، كان يشح على أهل البيت حتى بهذا المقدار، ماذا تنتظر منه؟ هذا عبد الله بن الزبير. بعد عروة بن الزبير سئل عما فعل مصعب في شعب بني هاشم، حي بني هاشم في مكة، أحرق بيوتاتهم، وضع الجزل والنار على دور آل محمد. صور يسأل عروة هذا اللي فعل أخوك مصعب صحيح؟ قال نعم، لأنهم نكثوا بيعته وخانوا عهده. أخو كل من خان عهدك ونكث بيعتك يعني تروح تحرق بيته؟ شنو هالتشريع هذا؟ لماذا نشرع للظلم بهذه الطريقة؟ خلي قاطعهم، خلي حاتبهم، خلي حاسبهم، أما أن تهدم دورهم وتحرق على من فيها فمن يشرع لهذا القانون إلا قانون الغار؟ هذا عروة بن الزبير. يضيف إلى هذا المعنى وهو ليس بأول من فعل بهم هذا، يعني يأتي السابقون فيضع الجزل والنار على دار علي وفاطمة وتصبح الجريمة مادة من مواد قوانين الآخرين، يعني يجوز لأن من سبقهم قد فعل ذلك. شوف الأمة انحرفت في فكرها إلى أي درجة، لا تستغرب اليوم القتل الذريع في هالأبرياء وباسم الدين تحت أي مسوغ، سفك دماء، هتك أعراض، أرواح، استهانة بحياة الإنسان أيا كان دينه. أكو أصول لهذا الفكر. بعد مصعب بن الزبير، مصعب بن الزبير قاتل المختار ابن عبيد الثقفي، واحد. اثنين، أنه كان يخرج من صوب مسجد السوق وأمام الناس شهارا ظهارا هكذا: أيها الناس، من منكم يباهلني على أن آية التطهير ما نزلت في علي وفاطمة؟ بكل صرافة وكل جرأة يريد يباهل أن آية التطهير ما نزلت في علي وفاطمة، من اللي يقول نزلت فيه؟ إذا كان هذا ثالوث آل الزبير تجي سكينة وتقول له ما يخالف أتزوج بيك، إذا كان هو قاتل المختار تتزوج بيه؟ فلا طبيعتها توافق طبيعته ولا المنحة الذي هو فيه. نعم، يقال أنه خطبها من أبيها الحسين قبل يوم عاشوراء، يعني قبل حادثة كربلاء، فرفضه الحسين، ثم عاود الطلب مرة أخرى وطلبها من زين العابدين فلم يستجب له لعلمه بطبيعته،
هذا مصعب بن الزبير. نعم، يقولون لما هذا اللي أسس إلى أنها تزوجت به، بعضهم يقول لما تسلط على الحجاز وقويت شوكته مارس الضغط على أهل البيت إلى درجة أن تهددهم فزوجوه بها. ويبقى هذا بعد ثابت أو لا يحتاج إلى نعم دراسة وتروي، ولكن قد ممكن نقول أنه ذاك فرج قد غصبناه. أكو تجارب لأهل البيت سابقة أنهم يضطرون في أنه يزوجوا واحد ما يرغبوا فيه. واحدة من بنات النبي صلى الله عليه وآله زوجها لواحد من رجالات قريش. نعم، والروايات تأتي عندما يسأل الإمام بأن فلان ابنة رسول الله تزوجت بفلان، قال ذاك فرج قد غصبنا، يعني في حساب الأولويات لربما نعم أخف الضررين ربما. وهذا أيضا مناقش، يعني أنا لا أثبت شيء الآن وإنما أستعرض الأقوال كما هي. فيبقى طبيعة مصعب بن الزبير تختلف تماما. قيل أنه أيضا تزوجت بآخر لأنها من مصعب ما أنجبت فتزوجت بآخر، ولكنه ذهب بها إلى مصر، ويبدو أنه كان واليا على مصر، ولكنه لما نزلت إلى مصر توفي ولم يدخل بها. هذه الأقوال في زواجها. أما ما يشيع عندنا في الأبيات والنواعي وزفت القاسم وكذا، هالأبيات اللي نكررها دائما، يا عم أنا للعرس ما جوز، جاسم ولد شن غصن موز، شعرائنا يعني. هذا واقع ما موجود منه شيء، ولا اللي فارق السن، يعني تقول القاسم 13 سنة عمره وهي عمرها 16 سنة، فارق السن كبير جدا بينها وبين القاسم. أصلا مسألة الزواج ثابتة أو لا لم ترد فيها إلا رواية واحدة هكذا مرسلة، عقد له على المسمات فقط ولم يعينها. وأنا فيما يتعلق بهذه الموضوع، هذا الموضوع، أقول يا جماعة إذا قال علي بالصندوق الفلاني واستخرج العمام والقباء والرداء والنعل، يعني كل سامان الصندوق حفظناها، ويوم جينا على اسم الزوجة ما هو موجود. مفترض الراوي إذا ينقل الرواية الرواية كلها تفاصيلها، يعني كل الأغراض موجودة، حتى القباء حتى الرداء حتى النعل حتى العمامة حتى الكذا، بس اسم الزوجة ما هو موجود، عقد له على المسمى. هذا لا يذعن لها أحد عموما. فهذا يبقى من التراث الذي ينبغي أن يراجع أيضا، يعني حتى لا يلصق في الأذهان بأنه واقع أو له أصل. المهم هذا فيما يتعلق بزواجها. الموضوع الثالث الذي يدور حول شخصية سكينة بنت الحسين، عبادتها، توجهها إلى الله عز وجل. يكفي أن الإمام يقول لها يا خيرة نسواني، وطبعا لما يعني الإمام يتحدث لشخص ويعطيه هذا العنوان لا مجاملة ولا من باب المديح الفارغ ولا من باب أن يجر النار إلى قرصها، وإنما ليحكي عن واقعها أنها في ما يتعلق بارتباطها بالله عز وجل. يقولون إجا عبد الله بن الحسن أو أحد أبناء الحسن وخطب من الحسين إحدى ابنتيه فقال هذه فاطمة وتلك سكينة فاختر أيهما شئت. هذه حتى الرواية هذه تحتاج إلى معالجة، لأن فيها كلمة يعني ما أدري نشوفها. المهم فاختر إحداهما فاحتار في أمره، يختار فاطمة أو يختار سكينة. فقال له الحسين أما فاطمة فهي أشبه الناس خلقا وخلقا بأمي فاطمة، فعليك إذا تريد تزوجها. أما سكينة فإنها تستغرق في ذات الله ولا تصلح للرجال.
قد نقول أن الرواية إلها أصل، لكن ذيل الرواية يناقش فيه. أنا مثل ما قلت الآن قاعد أستعرض الأقوال ولا أثبت شيء ولا أنفي شيء، ولكن أقول لا تصلح للرجال بأي معنى. ربما يكون هكذا بداعي أن الزوج عندما يأتي ليتزوج يريد امرأة تقوم على خدمته، يريد امرأة يرتاح معها، يريد امرأة تغطي كل حاجاته. أما إذا كانت تستغرق في ذات الله إلى درجة أن تنقطع عما حولها، فلربما لا يكون مزاجه يتوافق معها فتبدو المشاكل. ليش احنا عدنا أنه يوم اللي بتصوم المرأة الصيام المستحب تستأذن من الزوج؟ لربما يتعارض هذا ويا بعض حاجاته، فيقول إذا كانت هي هذه طبيعتها فهي لا تصلح الرجال. فهل هو عيب يعني نقص أو لا صفة زائدة على الكمال؟ تقدر تقول أنها صفة يريد أن يكشف عن علاقتها وارتباطها بالله، مو هبلي كمال الانقطاع إليك. هذه تعيش بعض الأحيان هالحالة من الارتباط الخاص، لكن في حد ذاته نجي نقول يعني هي أعبد من فاطمة الزهراء على عبادتها وعلى ارتباطها بالله، وهي سيدة نساء العالمين، وما كان يقال فيها أنها تستغرق في ذات الله إلى درجة أنها تأثر على علاقتها ويا زوجها، أو أنها تصلح للرجال أو لا تصلح. فيبقى أنه ربما يكون في أصل للرواية، ولكن يناقش في هذا المقدار الزائد أو المقدار أو ذيل الرواية، خلينا نعبر عنه. ممكن أنها من المراسيل، وممكن أنه يوجد تأويل يصحح الموضوع. المهم عرف عنها إيمانها وارتباطها واستغراقها في الله عز وجل. بعد النقطة الأخيرة أو المحور الأخير فيما اشتهر بين المؤرخين في أنها كانت الشاعرة والأديبة والتي كانت تستقطب الرجال وتدعوهم إلى مجلسها وتسمع لشعرهم وتغدق عليهم من الأموال، ثم بعد ذلك تسمح لهم بأن يصفوا مفاتنها. ممكن هذا إذا طبيعتها المتدينة من بيت الحسين، حسين اللي رب البشر كلهم وعلمهم مبادئ العفة والارتباط بالله عز وجل، تجي بنت تصير بهالطريقة هذه؟ ما معقول هذا. فمن وين أصل هذا النقل؟ إذا عرف السبب بطل العجب، وإذا بهذا المصدر من وين؟ بكار الزبيري أو بكار الزبيري، من هو هذا؟ هذا قاضي قضاة مكة على أيام المتوكل العباسي، وكان يعرف بأنه كان خبيرا بالأنساب والأحساب، يعني نسابة، وكان يذعن لقوله إذا قال فلان ابن فلان أو العشيرة الفلانية إلها علاقة بالعشيرة الفلانية، ودور في الأنساب يذعن لقوله. زي شي اللي خليه يقول هذا الكلام أو ينسب هذا الكلام إلى سكينة بنت الحسين؟ لأن أكو في آل الزبير واحدة تسمى سكينة الزبيرية، فإذا قال بعد سكينة الزبيرية وهالأسرة العريقة اللي إلها تاريخها وإلها نعم رموزها وإلها عمقها في التاريخ الإسلامي، بعدين تطلع واحدة منهم تقعد بالمجالس ويحضرها الشعراء ويصفونها وتستأنس بذلك وتغدق عليهم من المال، عيب. يعني هذا بيت متدينين بالنتيجة، يعني لو لم يكن إلا حسب نظره هو، أما احنا ما نحط فيه فلس، لكن على الأقل هو كقاضي قضاة مكة ما يريد، يعني يراها أنها ثغرة في هذه الأسرة العريقة. فش اللي يخلي بعد يغير الموضوع يحرف هذا المعنى؟ فكتب هي سكينة بنت من؟ بنت الحسين. وجاء من جاء بعده ولم يتحرى،
ومشكلتنا هالشكل. أنا من أيام كنت أتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وأقول من كتب سيرة النبي؟ ابن الأثير، الطبري، أصفهاني، من هؤلاء؟ هل تحروا ما كتبوه؟ لا أبدا. يجي الطبري يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزل عليه الوحي في غار حراء جزع وخاف وكاد أن يرمي بنفسه من أعلى الجبل، كان عملية انتحارية. وجو اللي بعده وأيدوا الكلام وأخذوه على عواهنه. معقول هالشكل؟ هذول اللي كتبوا السيرة. في يوم اللي الواحد يريد يتناول السيرة بالذات فيما يتعلق بسيرة أهل البيت يأخذها من المصادر المأمونة الموثوقة اللي ما تخل بمقامهم ومنزلتهم. ولا شك ولا ريب أن أهل البيت دائرة مستهدفة من أكثر من جهة، الأمويون من جهة، العباسيون من جهة، العثمانيون من جهة، الأيوب هذه شو يسمونه هذا؟ الأيوب، صلاح الدين الأيوبي من جهة، وكل من إجا حط فاسه على الرأس بغية أن يجد ثغرة في هذا البيت الطاهر، ولكن شأنهم أكبر من أن ينال منه، تغيبهم ما ممكن. ليش تروح بعيد أنت اليوم في زمانك؟ يعني طبيعة هذا الشعب، طبيعة هذا البلد، هل ممكن أن واحد يمتن عليه بعروبته وإسلامه؟ روح اقرأ التاريخ، بعد لا تروح تقرأ التاريخ، روح متحف مالك وشوف دولة من وين جاي. أنا أعجبني وذهلني هذا المقال يوم الأيام، كنت أقرأ هكذا، دولة البحارنا جايين من وين؟ البحرين كانت من المليون نخلة، وكانوا يروحون على الغوص، فيبقى يحتاج من يبارز مزارعهم، نخيلهم كذا، فقاموا يجيبون من البصرة ومن المحمرة ومن الأهواز ومن، وبعدين تحولوا إلى استوطنوا هذا البلد. ما أدري يعني العبادلة من وين؟ العبدي المنذر ابن ساول عبدي، مو من هذا البلد؟ مو هو اللي وافق أنه مجرد أن جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله أسلم ومن غير مواجهة؟ ليش نزور التاريخ؟ أقلام مسعورة، أقلام مستأجرة، ممكن أن تغير معالم بلد. هذا المسجد لا يبنى على هذا الشارع، مفترض يقول داخل زين، حتى تتغير طبيعة البلد. شلون دول الذين أعطوا ومولوا من أجل أن يغيروا التاريخ؟ شنو يعني ضميره يتوقف عند سكينة بنت الحسين ويقول لا ما يصير ننسب إليها هذا العمل؟ هذه من بيت طاهر، هذه من بيت عمتنا لا أقل، بنو عمتهم يعني. لا أبدا، لا ضمير ولا محاسب ولا غيره، بل هناك دعم لمثل هذا المعنى، أن تحرف الحقائق. ولكن تبقى منائر أهل البيت وقامات أهل البيت لا يمكن أن ينال منها أحد، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. مهما بلغت قوتك، مهما بلغ عتادك، مهما بلغت قوة إعلامك وتأثيرك، تبقى الحقائق كما هي وتعود. ولذلك أهل البيت كانوا في عرضة. أنا أتصور أختم بهذا المعنى فقط، وهو أنه سكينة بنت الحسين مرة نتكلم عن الجانب العبادي وارتباطها بالله، وأخيرا نتحدث حتى عن الجوانب السياسية في حياة سكينة بنت الحسين. من الذي تحمل مسؤولية نهضة الحسين بعد استشهاده؟ لولا وجود هالكوكبة من النساء، زينب وأم كلثوم وسكينة والرباب وغيرها من بنات الحسين وزوجات الحسين وأخوات الحسين، أبقيت لعاشوراء أو لكربلاء أثر؟ أبدا. وسكينة بالذات، سامحوني أنا أقول سكينة لأنها سكينة، لكن بعد يغلب اللفظ على اعتبار اشتهار، ولكن
سكينة لها تميزها حتى بين النساء، بين نساء وبنات الحسين. دائما تشوف استقرأ المقتل عندما الحسين يوجه خطاب إلى وداع شباب من الكذا، أو حتى عندما يقول هل ممنا للوداع، من أخي زينب، أم كلثوم، رباب، سكينة، عاتكة، أسماء مميزة مع أن عددهم كبير، يعني مو واحدة ثنتين، مو 10 20، ومع ذلك هالأسماء المميزة من بين هذا المجموع لازم تذكر سكينة. أضف إلى ذلك حتى في وداع الأخير جئنا النساء إليه وودعنه، ولكنه من افتقد سكينة. أين سكينة؟ قال له لجالس في كسر الخيمة، جاء إليها بنية لم لا جئت مع النساء؟ قالت أبا اجلس لي على الأرض، جلس على الأرض. أكو عندنا بعض الزيادات، قالت أجلسني في حجرك، لا ما يصير، عمرها 16 سنة تقعد في حجر أبوها، كيف يعني؟ جلس على الأرض، نعم امسح على رأسي. ممكن أن الإنسان حتى لو كبير السن ويشعر أنه يفقد إنسان مثل الحسين سيشعر بالانكسار والذلة من بعده، فتقول له اصنع بي كما كنت تصنع باليتامى، يمسح على رأسها ليسليها ويخفف عليها، سيطول بعدي يا سكينة فعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني، لا تفجعي قلبي بنوحك حسرة ما دام مني الروح في جثماني. أنا أريد الشاهد الأخير، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تولينه يا خيرة النسوان. يعني قدامي لا تبكين يا سكينة، قدامي لا تفجعي قلبي، لا تفجعي قلبي بنوحك حسرة، لكن إذا قتلت فأمرك. تريدين تبكين؟ لا، خذي راحتك بالبكاء. وبالفعل ما هدأت سكينة في لحظة. يقولون لما دخلت نعم نساء الحسين على يزيد، لماذا بالذات أشار إلى سكينة ذاك الشامي؟ قال نعم اعطني، هب لي هذه الجارية، أأسبى وأملك على صغر سني؟ زينب ايش قالت؟ ليس ذلك له ولا لمولاه ولا لسيده. قال هو لي ولو شئت لفعلت. قالت إلا أن تخرج عن ديننا وتدين بدين غيرنا. قال إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. قالت بدين الله ودين أبي ودين أخي. نعم اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما. أقول لك سكينة مميزة، حتى من بين الأسرى يشير هذا الشامي إليها ويقول هب لي هذه الجارية. ولذلك كانت تعتصر من الألم بالفعل، اللي عايش تحت ظلال الحسين وفي حماية الحسين وفي كهف الحسين، وبعد ذلك يرى نفسه أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه، ذو رحمي أبي ذبيح. كل هذه، كل هذا اللي مرت به من اللوعة والحزن والأسى على فراق أبيها. نعم مشهد أخير، يوم أن أخرجت نساء الحسين وبناته إلى قصر هند، يعني الجناح الخاص بهند. بعد هناك لا زجر بن قيس ولا شمر بن ذي الجوشن ولا غيره. تفرقنا النساء في المجلس، صارت زينب تدور على النساء، مرة تجي على ليلى وتسليها وتعزيها، مرة تروح على رملة، مرة تروح على أم كلثوم، وهكذا نظرت وإذا بسكينة جالسة في زاوية ذلك القصر. جاءت إليها بني سكينة ارفعي رأسك. قالت عم زينب بمن أرفع رأسي؟ بأبي الحسين، بعمي العباس، بأخي علي الأكبر، راحوا يا عم اللي يرتفع الرأس بيهم. أنا بقيت محيرة وصف جبليدي،
لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من ابكي وتهمل العين. اي والله وتبقى عبرتي بصدري. تكسر. بينما هم كذلك وإذا امرأة دخلت على زينب يا ابنة أمير المؤمنين أنا عندي أبيات عندي رثاء نعي أريد أشارككم العزاء تفضلي يا أمة الله. جلست بين النساء عين جودي بعبرة وعويلي واندبي إن ندبت آل الرسول صفوة منهم لصلب علي قد أبيدوا وسبعة لعقيلي. نادتها زينب شمالك يا بنتي زايد عليك المصيبة من دون أهلها البيت منحول أو كئيب. كل ما نحبتي زادت أحزاني علي. تعرفينهم جنش ضحايا الغاضري. انتي غريبة لو منا وهاشمية. قالت أنا منطبض عنكم لازم الحين. سوت زينب لما سمعت كلامها؟ يقول نكست زينب راسها وهلت دمعها. اي والله نكست زينب راسها وهلت دمعها وصاحت خبرك زينب تشتت جمعها. طايح حملها والعدا ذبحة وسبعها. زينب انا وحلت عليها المصيب. صاحت شعبتيني وتركت القلب مكسور. الله اكبر هالكثر عند الدهر جور. منت العقيل الماثي الخدرج بالخدور. عنك يا زينب وين هليوث الحريب. عنك فرسان الحروب يا مخدرة وين. ما حد يظن للشام مأسورة تطبين. قالت فجعني دهري بعباس وحسين وتمرمرت والدهر داراته عجيب. سوى بيك سيدتي؟ نادت صكني على صبي ناظري وعمى عيوني. اخواني بيتاماهم بلوني وضيعوني وانا نحيلة والضرب والرممتوني. ما حد بقي منهم يا عقلين التجيل. وسلها يا احزاني لا تظن يوجد. وسلها يا على حسين الشعب روحي. وسلها يا راكب على الرجل هاشم. وسلها يا درت زينب مشت لابن الدعية. اي والله درت زينب مشت لابن الدعية. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. يا الله نسألك اللهم وندعوك
ونتوسل إليك بأعز الخلق عليك محمد وأهل بيته الطاهرين. فرج عنا يا إلهي فرجا عاجلا. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم